السلام عليكم. بعد عودة مصنع لونو الجزائر بمنطقة وادي تليلات بوهران للتركيب، تتوفر سيارة داسيا سانديرو ستيب واي بنسختها التيك رود بترقيم 2022 عند بعض وكلاء داسيا الجزائر الموزعين عبر مختلف مناطق التراب الوطني، وبمخزون محدود جدا مع أجل تسليم يصل إلى شهر. وتأتي نسخة تيك رود بشاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 7 إنش تدعم نظام الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي، ومكيف هوائي أوتوماتيكي وحساسات وكاميرا خلفية وعجلة قيادة من الجلد ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية وأضواء أمامية LED. أما فيما يخص المواصفات الإضافية، سيتمكن الزبائن من اختيار تجهيز السيارة بجهاز الإنذار والذي يكلف 20,000 دينار تضاف إلى السعر النهائي للسيارة. وأما بالنسبة لسعر هذه السيارة فهي تسوق بسعر 266 مليون سنتيم بالنسبة لسانديرو بمحرك بنزين 1.6 لتر يولد قوة 80 حصان، و 288 مليون سنتيم بالنسبة لسانديرو بمحرك ديزل 1.5 لتر دي سي الذي يولد قوة 85 حصان. سلام.